هذه ليست مشاهد من فيلم الكابون أو كازانوسترا أو الباتشينو في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، بل هي مشاهد يومية للحياة في هافانا بكوبا ولمعايشة هذا المتحف الكبير للسيارات. أمامك ثلاث خيارات: إما أن تحلم أو أن تعود بآلة الزمن الأسطورية أو تأتي إلى هنا إلى كوبا. قناة شروق أنجزت ريبورتاجا مطولا عن سبب وجودها الذي يرجع لإعلان الحصار الأمريكي من طرف الرئيس كينيدي بعد أزمة الصواريخ النووية السوفيتية التي نصبتها موسكو على أرض الجزيرة الكوبية العام 1962، وكادت أن تؤدي إلى حرب نووية. منذ سنوات الخمسينات كانت السيارات أغلب السيارات التي تصل إلى كوبا من صنع أمريكي بحكم قرب المسافة وصلابة هذه السيارات. ومن أكثر العلامات رواجاً علامة بونتياك للعام 1957، وبمرور الزمن حاول الإنسان الكوبي أن يتأقلم مع الزمن. ثمتا نوعين من السيارات القديمة، فمنها المخصصة للجولات السياحية، أما الباقي فهي وسيلة النقل الأشهر في كوبا. هذه السيارة من عام 1957، إنها قديمة وتستهلك الكثير من الوقود، إنها تستهلك لترا واحدا في كل 6 كيلومترات. لكن كيف استطاع السائق الكوبي المحافظة على هذه السيارات مع ما تلتهم المحركات القديمة الأمريكية الصنع ومشاكل قطع الغيار؟ هذه السيارة من صنف العام 1956، إنها أمريكية الصنع. أنا أعمل كسائق لهذه السيارة وأيضا أعمل ميكانيكي وأقوم بإصلاحها كلما تعطلت. رغم مضي أكثر من 50 سنة على بدء الحصار الأمريكي على الجزيرة الكوبية، ما تزال هذه السيارات إلى يومنا هذا في مطلع الألفية تصنع نجاح السياحة في هذا البلد الصغير في المساحة والكبير في الجغرافيا السياسية. مفاد قناة شروق نيوز إلى العاصمة هافانا كوبا، فتحي شفيق المحنط.